أخوكم في العيد يقدم لكم حفلة جمعية الحريزية بمدينة أبو رشيد، وكما كتشاهدوا معنا في الصورة بعض الأبطال والشخصيات الحاضرة في هذا الحفل هذا. الذي يتجول رئيس الجمعية الحريزية السلطان.
وطيب الأبي على المطر الكبير والمتأمر هشام حمدان يسلم لنا الجائزة الأخ الصغير حسن كتبي حسن كتبي قطب صغير أخضر كذلك الشكر والتقدير للرجل تربت على يده مجموعة من الأمور الشمعوية والمطلب منها محمد الحضيري رجل حقا يستحق أكثر من شهادة يتقدم المكسب المسير للجمعية الحريزية بالشكر والتقدير هذه الشهادة تعبيرا عن شكرا للمشاهدين للمشاهدين شد على هذا الكلام رجالات المصحفين ان شاء الله هذا تكون ماشي اللي قال هو باذن الله ماشي الجمال ماريلاند الجميل وكنتمنوا الكاس ان شاء الله يحقق المبتغى ديالو وشوفوا كيه تسمى لا ريفيرونس ديال الدار البيضاء سي لا ريفيرونس بور مو القمر بور مو لا ريفيرونس سي مو لا ريفيرونس دي كازا ميرسي بوكو بارك الله عليك اذا هنيئا كذلك الشكر والتقدير لاحد الابطال الكبار الذي